دائما يقول بعض الناس عندما يموت الميت ويوضع بقبره وينتهى من دفنه يعود إليه أحد أقاربه يقيطه ويقول له يا فلان ابن فلان إن الله ربك والإسلام دينك ومحمد النبي ويسمى تفقين الميت ما رأيك بهذا؟ رأينا أن هذا بدعة وأنه لا يغني من الحق شيئا، والضال ضال وإن لقن. وها هو الدجال إذا بعث فإن من كان في قلبه نفاق والعياذ بالله وإن كان يعرف أخباره سوف يتبعه، لكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يقل لقنوه. فتلقين الميت بعد موته بعد دفنه بدعة.